أهم الإنجازات اللي عم تنعمل بالمجلس البلدي وعم يتم الاهتمام فيها من قبل البلدية؟ أول شيء هو المجلس البلدي ككل هدفه الأساسي هو المواطن. هدفه الأساسي هو خدمة المواطن. خدمة المواطن بالأول شيء الاهتمام بالمواطن كمواطن، يعني احنا بهمنا البشر بالإضافة إلى الاهتمام بالخدمات اللي بتهم المواطن من ناحية الحجر. بالست سنين اللي مضيوا ركز مجلس بلدية الحزمية على البنى التحتية واستثمر كتير بالبنى التحتية اللي عطيت هالبوم البنى ضمن نطاق البلدة. يعني بلدة الحزمية شهدت بالست سنين الماضيين 400 رخصة بنى، والشي ناتج عن بمعظمه عن البنى التحتية اللي استثمر المجلس البلدي السابق فيها كتير، يعني شبكات الصرف الصحي، شبكات تصريف مياه الأمطار، السعي مع مؤسسة كهرباء لبنان لشبكات جديدة بمناطق جديدة مثل نيو مرتقلة، لإبدال الأعمدة والشبكات القديمة بشبكات حديثة متطورة للكهرباء، السعي مع أوجيرو لإكمال تمديدات بكل المناطق اللي ما كان فيها تمديدات سابقا، كمان مثل ما قلنا سابقا منطقة نيو مرتقلة بالتحديد، وتعميم البنى التحتية على كل المنطقة، بالإضافة إلى أنه اليوم نحن عم نمد شبكة مياه جديدة لمنطقة نيو مرتقلة هاللي ما كان فيها شبكة بالأساس، بالإضافة إلى أنه نحن إن شاء الله بالقريب العاجل رح ينمد شبكة مياه جديدة لمنطقة الحزمية بالكامل، وهالشي هذا بتمويل من صندوق التنمية الكويتي وبتلزيم من قبل مجلس الماء والعمار، وقسم منه من عم يتم تنفيذه مباشرة من قبل مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان. كما وأنه نحن البلدية بمسعى من المجلس البلدي حفرنا بئر أرطوازي بتمويل من صندوق التنمية الكويتي وتلزيم من قبل مجلس الماء والعمار بأعلى نقطة من الحزمية مرتقلة، وهالبير هيدا بيعطي 2000 متر مكعب يوميا، نوصل على شبكة الحزمية لتغذية الشبكة بالمياه خاصة بفصل الشحائح، وهالبير مجهز بكافة المعدات التكرير والمضخة الإلكترونية، المضخة اللي بتعمل اوتوماتيكيا ومولد الكهرباء وكل ما هنالك، يعني ما بيتوقف عن العمل اطلاقا. طبعا بالانماء مش بس هيدي المشاريع، كان نحن عملنا مبنى القصر البلدي مبنى مهم بخلال هلا بيكون منجز قبل نهاية العام 2011، مساحته 6600 متر مربع كبنى، بالإضافة إلى حديقة حده بتضم هالمبنى كل النشاطات اللازمة للبلدة، بالإضافة إلى حدائق مهمة أخذناها تحت الجسور، وبالمرحلة الحالية كمان عم نعمل إمنا باستملاك حوالي 10 شقف أرض لإنشاء مواقف لنحل أزمة وقوف السيارات ضمن نطاق البلدة بالحزمية، بالإضافة إلى مشاريع عديدة وكثيرة. هلأ بالنسبة للنشاطات طبيعي في عنا عدة نشاطات، يعني في عنا نشاطات سقفية بالصيفية، عملنا مهرجان كان كتير مهم وكتير ناجح، حيطه الفنانة كارول سماحة والفرسان الأربعة والفنان إلي أيوب، وهالمهرجان كان المهرجان الأول اللي عم نعمله نحنا، وفعلا كان مميز جدا وممتاز بنجاح كبير. كمان سبقه معرض للكتاب بالمشاركة ببيروت عاصمة للثقافة. كمان سبقه عدة نشاطات متعلقة بهالمواضيع الثقافية والرياضية، يعني شاركنا بماراثون بيروت، شاركنا بحضور البطولة العالمية تبع الفوتبول، يعني نشاطات رياضية كان أبرزها هو المشاركة بماراثون بيروت، وربح من عنا العديد من الأشخاص بمراتب مهمة بالماراثون. النشاطات الاجتماعية كان في رحلات لكبارنا قامت فيها اللجنة المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية، كان في توزيع مساعدات كمان على العائلات اللي هي بتمر بضائقة اقتصادية، يعني في العديد من النشاطات، لأنه نحن مقسمين النشاطات على أعضاء المجلس البلدي، بالإضافة طبعا للنشاطات المهمة البيئية، يعني نحن عم كتير نركز على موضوع البيئة وموضوع إعادة تشجير. هل في اذا فينا نقول ثروه حرجيه بالحزمي؟ الثروه حرجيه بمعنى ثروه حرجيه في قسم، يعني قسم مش
مش هالشيء المهم، انما نحن عم نجرب نشجر بدل عن الاماكن اللي عم بيصير فيها بنا. نعم. ونحن عم نحافظ على شجر الزيتون اللي عم يطلع بالاماكن اللي عم ينبنى فيها، عم نحافظ عليه وعم نرجع نزرعه ضمن نطاق البلده، اما بالمستديرات واما بالاماكن العامه. ومثل ما قلت لك عملنا حديقه تقريبا 9000 متر مربع على تحت الجسور على مدخل الحازميه من جهه الشيفروليه. نعم. بالاضافه الى حديقه من مدخل تحت مش تحت الجسور بمحاذاة النهر من جهه سن الفيل شركه سنا، وعملنا ملعب كمان هنيك بهالمنطقه. ونحن هنيك بصدد تخطيط لاقامه مشروع مجمع رياضي متكامل على ارض تبلغ مساحتها 10000 متر مربع. مياه الحازميه من وين بتتغذى؟ نحن المياه الاساسيه بالحازميه هي القسم الاكبر منها من نبع الديشونيه اللي بيوقع بمنطقه الديشونيه. مشكلة الكهرباء معروفة يعني بلبنان، في حال انقطاع التيار الكهربائي اللي بتغذي الدولة، هل في مولدات وكيف بيتم تعامل مع أصحاب هالمولدات؟ أول شيء سعينا مشكورة مع شركة الكهرباء بالست سنين اللي مضوا. نعم. وقمنا بإبدال كل الأعمدة القديمة وكل الشبكة النحاسية القديمة، وصارت اليوم ضمن كابلات حديثة متطورة. بالحزمية في كمية كبيرة من المولدات، لأنه مثل ما قلت لك في عنا تقريبا نحن حوالي 1400 بناية بالحزمية. في قسم كبير من مولدات خاصة ضمن الأبنية، هي بتعطي بس البنايات تبعيتها، وهذه خاصة بأصحاب الأملاك بهالبنايتها. في العديد من المولدات اللي بتغذي المواطنين بالطاقة، نحن مننسق معه من خلال كمان لجنة التجارة الحزمية، ومنسعر كل شهر نودع تسعيرة وفقا لعدد الساعات اللي بيكون قطعت فيها. وعدد الساعات بناخده من عدادات موجودة بعدة مناطق بأحياء البلدة، لأنه الانقطاع ما بيكون ذات العدد الساعات، كل منطقة بيكون في عندها عدد ساعات مختلف. بالإضافة إلى أنه نحن بناخده عن الانترنت، عن صفحة الانترنت الخاصة بمؤسسة كهرباء لبنان، ومنقارن ومنصدر تسعيرة شهرية بيلتزموا فيها كل أصحاب المولدات ضمن الطاقة البلدة. نحن هالتسعيرة صارنا أكثر من سنتين عم نشغل عليها. نعم. بشوارع هالبلدة هل في كاميرات لتفادي من السرقات يلي عم نلاحظها بكل المناطق اللبنانية؟ نحن مشروع الكاميرات عم نحضر دراسة لإله، وإن شاء الله تنفيذه بيكون بال 2012 لما نكون نقلنا إلى مبنى القصر البلدي الجديد، ليكون عندنا غرفة مخصصة للمراقبة بإشراف جهازي الشرطة والحراس. انما حاليا نحن عندنا جهاز شرطة بالنهار فعال، وعندنا جهاز بالليل جهاز حراس فعال جدا مشهود له من قبل كل المراجع بالدولة ومن قبل المواطنين. الحزمية بتشهد اوطى نسبة او شبه معدومة من السرقات، لانه نحن مفعلين ومركزين كتير على موضوع الحراسة. انما هذا ما بيمنع انه نحن ان شاء الله بخلال 2012 رح يكون في عندنا شبكة كاميرات وغرفة مراقبة مهمة ليلا نهارا لمعظم مداخل البلدة وشوارعها.